بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا درس جديد وهو بعنوان الضرب في ستة. فكرة الدرس: سوف أجد ناتج الضرب في العدد ستة. لدي استعدي يا عزيزاتي. تقف أربعة ضفادع على جذع شجرة، فإذا أكل كل ضفدع ستة حشرات، فكم حشرة أكلتها الضفادع جميعها؟ هيا مبدعات، إذا طلبني في السؤال كم حشرة تأكلها أربعة ضفادع إذا أكل كل ضفدع ستة حشرات؟ إذا يا مبدعات سوف أستعمل قطع العد لأعمل نموذجا لشبكة مكونة من أربعة صفوف وفي كل صف ستة قطع. لدي مبدعات أربعة ضرب الستة. إذن سوف أبدأ بشيء. أول شيء ماذا يحلمين؟ أستعمل قطع العد لأعمل نموذجا لشبكة مكونة من أربعة صفوف وفي كل صف ستة قطع. إذن يا مبدعات لدي الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع. إذن يا مبدعات لدي أربعة صفوف، في كل صف يوجد لدي كم قطعة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن يا مبدعات لدي أربعة صفوف، في كل صف يوجد لدي ستة قطع. أحسنتم يا مبدعات. إذن يا مبدعات الصف الأول يوجد لدي ستة، زائد الصف الثاني أيضا يوجد لدي ستة، زائد الصف الثالث أيضا يا مبدعات يوجد لدي ستة، الصف الرابع يا مبدعات أيضا يوجد ستة. إذن يا عزيزاتي ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة كم يساوي يا مبدعات؟ 24. أحسنتم. إذن يا عزيزاتي جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي 4 ضرب 6 يساوي 24. إذن أكلت الضفادع 24 حشرة. طيب يا مبدعات لكي أتحقق أرجع لجدول الضرب، ألاحظ أن لدي 4 ضرب 6 يساوي 24. إذن يا مبدعات أنتقل للمثال التالي. لدي عزيزاتي إذا رتبت مها 48 خاتما في 8 صفوف بالتساوي، فكم خاتما في الصف الواحد؟ هاي مبدعات إذا رتبت مها 48 خاتما في 8 صفوف بالتساوي، فكم خاتما في الصف الواحد؟ إذن أول شيء عزيزاتي سوف أستعمل قطع العد لأعمل نموذجا لهذه المسألة، ثم أكتب جملة الضرب وأحلها. إذن لدي 8 صفوف، الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس، الصف السابع، والصف الثامن. إذن يا مبدعات لدي 8 صفوف، في كل صف كم يوجد لدي؟ 1 2 3 4 5 6. إذن يا مبدعات لدي عدد الصفوف، لدي 8 صفوف، في كل صف 6. إذن يوجد لدي كم قطعة جميعها؟ 48. إذن يا مبدعات 8 ضرب 6 يساوي 48. طيب يا مبدعات لدي عدد الصفوف 8، عدد القطع في كل صف إذن 6. إذن يا عزيزاتي 8 ضرب 6 48. إذن 8 ضرب 6 يساوي 48. إذن يوجد 6 خواتم في كل صف. واضح يا مبدعات؟ إذن أنتقل للفقرة تأكد. لدي عزيزاتي أجد ناتج الضرب. لدي السؤال الأول 6 ضرب الاثنان. هيا مبدعات 6 زائد 6 كم يساوي يا حلوين؟ 12. أحسنتم يا مبدعات. إذن 6 ضرب الاثنان يساوي 12. طيب يا مبدعات أيضا لدي 6 ضرب الصفر. هيا عزيزاتي أي عدد أضربه في الصفر كم يكون الناتج؟ 0. بارك الله فيكم. إذن يا مبدعات أي عدد يضرب في الصفر يكون الناتج 0.
طيب يا عزيزاتي، لدي 6 ضرب الـ4. هاي مبدعات، 6 ضرب الـ4 معنى 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن 24. إذن يا مبدعات، 6 ضرب الـ4 يساوي 24. طيب يا عزيزاتي، 6 ضرب الـ6، سوف أجمع 6 6 مرات، 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6. إذن كم يساوي يا مبدعات؟ أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. إذن يساوي 36. إذن 6 ضرب الـ6 يساوي 36. طيب يا مبدعات، لدي أكتب العدد المناسب في الفراغ. لدي عزيزاتي 5 ضرب فراغ يساوي 30. ها يا عزيزاتي، ما العدد الذي أضربه في 5 يساوي 30؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. 5 ضرب الـ6 يساوي 30. طيب أيضا لدي يا عزيزاتي فقرة 6، فراغ ضرب الـ6 يساوي 6. ها يا مبدعات، ما العدد الذي أضربه في 6 يساوي 6؟ الواحد. أحسنتم يا مبدعات، إذن 1 ضرب أي عدد يكون الناتج نفس العدد، إذن 1 ضرب الـ6 يساوي 6. طيب يا مبدعات، 7 ضرب كم يساوي 42؟ هاي يا عزيزاتي، 7 ضرب كم يساوي 42؟ أحسنتم، ضرب الـ6، إذن 7 ضرب 6 يساوي 42. طيب يا مبدعات، لدي فراغ ضرب 6 يساوي 54. في جدول 6، ما العدد الذي أضربه في 6 يعطيني الناتج 54؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، 9. إذن 9 ضرب الـ6 يساوي 54. إذن شكرا لكم يا عزيزاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.